سيارتكن. شكرا، سأحضر معي بعض البسكوت. وأنا كذلك. إلى اللقاء إذن. ماذا تفعلان؟ هل تريدان رؤية غرفتي لافينيا؟ نحن فقط المدعوتان. بالتأكيد. صحيح، هيا بنا. أخبريني أرمينغارد، هل أخذت لافينيا الغرفة التي سكنتها ماما سالي؟ لا، لم تفعل لوتي، وإنما تسكن في تلك الغرفة الخاصة بالفتيات الثريات. هذا أحسن، لا أريد أن أرى غرفة لافينيا، لا أريد، لا أريد. لوتي، لا أريد. لوتي. يا لها من طريقة للتنظيف، الغرفة ما زالت على ما هي. لا، حاولت المستحيل لترتيب الغرفة ولكنها غير مرتبة. أرجوك دعيني أنظف مرة أخرى. لا 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 أريد، أحضري زميلتك إنها أفضل منك. انظري صديقاتي حضرن، هيا اذهبي واحضريها. فيكي، ماذا هناك؟ فيكي، الآنسة لافينيا غير مسرورة بطريقة تنظيفي. لا تهتمي، قالت بما أن هناك فتاة أفضل منك أرسليها. ماذا؟ إنها تعنيك أنت آنستي. لقد فهمت، سأذهب لها الآن. لا لا تفعلي ذلك آنستي، يردن أن يجعلن منك أضحوكة. لا تذهبي أرجوك، لا تذهبي. لا تقلقي، إنه عملي أن أختم هنا وأنا لا أخجل من العمل، سأترك الغسيل لك. مسكينة سالي. تعبة، سأنظف أنا. توقعت هذا. هذا يليق بعرفة التلاميذ السابقة. عرفة خادمات الآن. هيا ابدأي بتنظيف الغرفة. ما الأمر يا هذا؟ أقمت في هذه الغرفة؟ لابد أنك تعرفينها جيدا. لدى لافينيا أشياء كثيرة وربما لا تعرفها، أليس كذلك؟ هيا نظفيها بسرعة. ستتخبرن. لا يهم، أريد أن أراك تنظفين غرفتي، هذا منظر ممتع. هيا أسرعي. نظفي جيدا. هناك غبار على فستاني. لافينيا، غرفتك الجميلة غير نظيفة. هذه الغرفة ليست المكان الوحيد الذي ستنظفيه.
لماذا تنظرين إلي هكذا؟ سأنظف هذه الغرفة بعد أن تخرجن من هنا. ها؟ لأنه لا داعي للتنظيف الآن. ماذا تقولين؟ تطلبين منا أن نخرج؟ تطلبين منا أن نخرج، أليس كذلك؟ تذكري هذا جيدا يا خادمة. هيا لنخرج. هيا هيا. سالي، أنت مطلوبة للأنسة منشن. أنسة منشن؟ أخبرتني الآنسة لافينيا أنك أهملت تنظيف الغرفة الخاصة. لكني نظفت الغرفة جيدا الآن، إذا لم يكن لديك مانع اذهبي وشاهديها. سالي، هل تطلبين مني أن أتفحص المكان الذي قمت بتنظيفه؟ أوه يا أختي. اسكتي أنت سالي. الآنسة لافينيا هي الطالبة الخاصة في هذا المعهد، ممنوع أن تفكري بتحديها من الآن فصاعدا، هل فهمتي؟ ما هذه النظرة الغريبة؟ إيميليا، أخرجي هذه الفتاة وابعثي لي مولي وجيمس في الحال. نعم حاضر. لا أعرف كيف أعتذر لك أنستي، عوقبت من قبل الأنسة منشن بسببي أنا. لا تفكري بهذا، يجب أن أعلق الملابس لتجف الآن. نعم أنستي. شيء لا يصدق، عنادها بدأ يظهر بوضوح هذه الأيام، أنتم متساهلون معها. حسناً، أحترمك وأحترم رأيك. أفهم ما تريدين يا آنسة منشن، سنراقبها أكثر. اذهبا. أنا غاضبة جداً، الآنسة منشن وبختني أنا وجيمس، وكل هذا بسبب إهمالك أنت. هيا اذهبي للتسوق بسرعة، تحركي. مهما غضبنا لا تهتم، إنها طفلة غريبة فعلا، لا أستطيع أن أعرف حقيقتها أبدا. هيا اعملي بسرعة، لا أريد كسلا. آنستي بيتر. لكن ما الأمر؟ منظرك غريب، هل حصل لك شيء؟ نعم لا بأس. إذن أخبريني. يجب أن ننتهي من المشتريات أولا، هيا. صحيح، شكرا بيتر. يحصل هذا لك؟ آنستي، لماذا تحتملين كل هذه التصرفات الحاقدة من الآنسة منشن والآنسة لافينيا؟ لماذا؟
حينما يحقدون علي أو يعملون شيئا غير لائق أتذكر أبي دائما وأسكت. بيتر، لا يوجد سبيل آخر أمامي سوى أن أصبر. أنستي، لماذا؟ البطاطا أكثر شيء ضروري. ولكن البطاطا لم تكن مسجلة في القائمة سيد جيمس. ماذا؟ مع أنها غير مسجلة، اذهبي لشرائها في الحال، هيا. أرجوك الأنسة سالي، لم تتناول طعامها، دعني أذهب للسوق بدلا عنها، أرجوك. أنت لا تزعجيني، اذهبي للسوق بسرعة. حاضر سيد جيمس. ذهبت أخيرا. عزيزي، نسيت أن تخبرها عن البطاطا؟ لا داعي للتعليم، لو فكرت في نوع الطعام كان يجب أن تعرف الضروري. ليس من العدل أن تقول هذا، الخطأ خطأك أنت. هذه واحدة علي. أوه جيمس. بدأ المطر بالهطول. فيكي، أدخل الغسيلة بسرعة، لا أريدها أن يبتعل. نعم حالاً. أرجوك، هل تعرف أين يوجد بيتر؟ لقد ذهب بيتر للبيت. للبيت؟ لا نستطيع العمل في المطر، ماذا تريدين منه؟ حسناً، هل تعرف مكاناً يبيعون فيه البطاطا؟ مستحيل، جميع المحلات مغلقة في هذه الساعة، جميعها مغلقة. من الممكن أن تجدي محلاً في سوق سانت جيمس. سوق سانت جيمس؟ أين يقع سيدي؟ ماذا؟ لا تعرفين سوق سانت جيمس؟ لا. إنه على الطرف الجنوبي من شارع ريجنت، إنه بعيد. شكرا جزيلا. Thank you.
أرجوك أرجوك سيدي، هل يوجد لديك بطاطا؟ لا يوجد لدينا شيء نبيعك إياه. إلى متى ستبقين هنا؟ اذهبي بسرعة. ولكن معي نقود لشراء. هل تعنين هذا؟ تفضل. ماذا؟ بهذه الملابس ظننتك مفلسة تماما. حسنا سأعطيك. شكرا لك. لابد أن هذا الحارس يتحمل كثيرا. هل هذه بطاطا؟ هل تأكلين هذه البطاطا؟ لماذا اشتريت هذه البطاطا؟ آسفة سيد جيمس. أيتها الغبية، اذهبي وأبدليها بسرعة. أرجوك دعني أذهب بدلا عنها. لا تزعجيني، يجب أن تجهزي للعشاء. أنا ذاهبة الآن. انتظري، إذا ذهبت في هذه الساعة جميع المحلات ستكون مغلقة. على الرغم مما تقولين، ماذا سنفعل بها؟ لا يمكن عمل شيء الآن، سأجعلها تأكلها كلها، أسمعت؟ أنا آسفة، لم أحضر شيئا لكم هذه الليلة لتأكلوا. اصبروا. Thank you.
تخافا علي، لن أفقد الأمل. مهما حدث سأحتمل. نعم سأحتمل. الألفة والتعاون من صفات سالي. أرمينغارد ضعيفة في دراستها، فلمن ستلجأ؟ حتما إلى سالي التي بدأت فعلا تدرسها اللغة الفرنسية مع لوتي. ولكن هل سيكون هذا بإمكان سالي؟